إلينا أيضا لهذا النقاش من باريس دكتورة صفاء الحمايدة، باحثة في العلاقات الدولية والدبلوماسية. دكتورة، في البداية أرحب بك وأبدأ معك ربما مما قاله الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، والذي قال أن رفض ماكرون لتعيين لوسي كاسي هو خطأ مؤسسي وهذا ليس من صلاحياته. هنا أسألك، هل البرلمان الفرنسي هو الجهة الوحيدة التي تمتلك الحق في المصادقة على قرار حجب الثقة من الحكومة، أم أن الرئيس الفرنسي في بعض الحالات ربما أو في بعض المواقف دستوريا يحق له أيضا التوقيع أو إقرار سحب الثقة من الحكومة؟ مساء الخير عليكم جميعا سيدتي، ومساء الخير على الحضور الكرام. أشكرك على طرحك إلى الآن، وبحب أؤكد على أنه رئيس الحكومة الفرنسية في يحق له دستوريا أن يتدخل في تعليق أو رفض الحكومة، ولكن هذه حادثة لم يسبق لها مثيل في التاريخ الفرنسي. وما يقوم به ماكرون اليوم الرئيس الفرنسي هو ليس فقط خطأ مؤسسي، وإنما هو خطأ استراتيجي لن يؤثر فحسب على الجمهورية الفرنسية وعلى مستقبلها السياسي ومستقبلها الاقتصادي، وإنما سيؤثر أيضا على مستقبل الاتحاد الأوروبي بالكامل، حيث فرنسا تعتبر الأجر أساس في الاتحاد الأوروبي. المخاوف كبيرة والعواقب أكبر، و أستطيع أن أقول بجرأة الآن أنه مخاوفنا وقلقنا من القرارات السريعة وغير المدروسة للرئيس الفرنسي ماكرون كانت في مكانها للأسف، والعواقب الآن أصبحت تتجاوز ما نستطيع حتى تخمينه في تحليلاتنا كمحللين سياسيين، سواء في على الصعيد المحلي في فرنسا او على الصعيد الدولي في العالم ككل للاسف.